بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون امتداد لشابتر 4 واللي حكينا عنه في الأنجولر ميجرمنتس، واليوم إن شاء الله راح نكمل في الأوبتيكال إنسترومنتس. أوبتيكال إنسترومنتس معناها الأدوات التي تستخدم أوبتيكال، اللي هو النظام البصري. ليش بدنا نحكي عنهم في هذا في هاي المحاضرة أو في الأنجولر ميجرمنتس بالذات؟ رح نتعرف اليوم على وحدة جديدة اللي هي اسمها آرك سكند. رح نشوف ايش هي هاي الآرك سكند، ونشوف هاي الأجهزة اللي ممكن تجيب لي هاي الدقة العالية. بدنا نتطلع على البرنسبلز الأساسية. أول برنسبل منها اللي هو الماجنيفيكيشن في استخدام الأوبتيكال إنسترومنتس، إنه أنا بدي أعمل إنلارجمنت للأوبجيكتس، معناها أنا قاعد بكبر فيه، ولهذا السبب بده يمكنني أشوف قياسات أكبر من السكند. المبدأ الثاني من مبادئ استخدام الأوبتكس في عمليات الأنجولر ميجرمنتس اللي هو الأكيوريسي، الدقة. إحنا عارفين إنه الدقة مطلوبة في جميع أدوات القياس، ولكن الآن ليش أنا بدي أعتمد على اللايت بالذات لقياس الأنجلز؟ منقول لأنه اللايت هو عبارة عن مصدر للأبسولوت ستاندردز. ليش؟ لأنه اللايت بنطلق في بول موجي محدد. مثلا أنت إذا عندك موجة صوتية، خلينا نقول صوت، إذا تغيرت المسافة أو إذا تغيرت مثلا سرعة الرياح، بكون ارتداد الصوت مختلف في كل حالة من الحالات. لو بدي أعمل أنا جهاز بيعتمد على المبدأ الصوتي، لازم أثبت كثير من البارامترز عشان أحصل على قراءة تكون أكيوريت نوعا ما. ولكن بالنسبة للضوء، شو ما زادت المسافة مثلا، سرعة الضوء بتظل ثابتة. لهذا السبب بيكون مصدر الضوء نفسه هو عبارة عن أكيوريت ميثود أو أبسولوت ستاندرد. إذن من هنا تنبع عندي الأكيوريسي تبع الأوبتيكال إنسترومنتس باستخدام اللايت. البرنسبل الثالث اللي هو الالاينمنت. الالاينمنت حكينا عنها تعريفها المحاذاة. كيف يعني الالاينمنت ممكن استخدمها انا بالاوبتيكال اوبجكتس؟ احنا عندنا في اللايت شعاع الضوئي اللي هو اللايت راي بينطلق بشكل مستقيم. يعني مثلا انا لما يجيني الضوء من الشمس قديش قطع مسافات، لما يجي يصطدم في شكل معين او في اوبجكت معين وينعكس له الخيال، بتلاقي الخيال لما ينعكس بيطبع لك صوره فعليه عن الاوبجكت اللي اصطدم فيه الضوء. اذا الان هذا هو مبدا الالاينمنت، لانه عندي حزمه ضوئيه تسقط على الشكل وبتعطيني خيال حقيقي او خيال يشابه الشكل الحقيقي للاوبجكت اللي سقط عليه الضوء. الخاصية الرابعة أو البرنسبل الرابع من البرنسبل سبعة الأوبتيكال إنسترومنتس اللي هو الانترفيرومتري، معناها تداخل. لما أنت تكون تحضر مباراة مثلا بالليل وتلاقي الملعب نفسه عليه أكثر من كشاف في الزوايا وفي نص الملعب، شو بتلاحظ؟ بتلاحظ إنه اللاعب مثلا لما يكون واقف تلاقي حواليه في مجموعة من الأخيلة. إذا انتبهت الآن بكون عندي اللاعب موجود، وبسبب وجود أكثر من light source في زوايا الملعب المختلفة، وكل واحد منهم ساقط زي ما اتفقنا قبل شوي، بيعطيني alignment على الأوبجكت اللي موجود اللي هو مثلا جسم اللاعب. بتلاقي أنه تكون عندي مجموعة من الأخيلة لجسم اللاعب، وبالتالي هون احنا شو منقول؟ منقول صار عندي تداخل. يعني اللايت اللي موجود هون مثلا، هذا اللايت عمل لي شادو، ظل للاعب في هذا الاتجاه، لكن لانه في عندي لايت سورس اخر هون ضوى على اللاعب، فرجع ايضا مره ثانيه ضوى على الخيال تبعه وكون له خيال في المنطقه المقابله. فاذا كل خيال موجود عندي هون هو عباره عن تداخل من light sources مختلفة.
في عندي هنا مصطلح كالمونوكروماتيك لايت. كلمة مونوكروماتيك تعني انه الضوء الذي لديه طول موجي واحد، مش زي الضوء المرئي اللي هو ضوء الشمس اللي بيجينا. الضوء المرئي اللي بيجي من الشمس قلنا اذا حللناه بينكسر، بيصير عندي الوان الطيف باطوال موجية مختلفة، لهذا السبب ما بيسميه مونوكروماتيك. وتطبيق من تطبيقات Optical Instruments اللي أمامنا، في عندنا جهاز أو أجهزة بسموها Autocollimators، زي بالضبط لما أنت بتمسك مجهر وبتصل الضوء على عينة، بنعكس صورة العينة على العدسات باستخدام البعد البؤري والأخيل المقلوبة أو المعتدلة، بيطلع معاك الشكل في العدسة العينية اللي انت بتطلع منها. فنيجي هنا نطلع على السكتش اللي موجود عندي هون، اللي هو فيجر 4.7. الفيجر 4.7 هو عبارة عن في عنا عين الرائي، الشخص اللي بنظر على القطعة، موجود في عندي هنا الموشور البريزم. العين بدها تنظر على هذا المنشور، في قبلي بيكون light source ضوء، بنطلق حزمة ضوئية من خلال هذا الموشور، بتنكسر وبمر من خلال عدسة. هاي العدسة معروف قديش البعد البؤري لإلها، بنطلق الضوء مباشرة على العدسة تبعتنا، بنطلق الضوء من خلال هاي الشاشة اللي عليها السكيل، بوصل الأوبجكت بيصطدم فيه وبرد يرتد مرة ثانية. لما يرتد الضوء برجع مرة ثانية على الموشور وبنعكس على عين الرائي. إذا كان الضوء الساقط من بعد العدسة، هذا الضوء الساقط على الأوبجكت، وكان هذا الأوبجكت بزاوية قائمة، إذن الضوء بده يرتد من نفس المكان اللي انطلق منه، وراح يرجع عندي من خلال الشاشة هاي المدرجة بنفس المكان اللي سقط منه، إذن ما راح يعطيني أي حيود عن المسار اللي انطلق منه. لكن إذا كان في عندي أوبجكت مائل بزاوية، هاي أنا بالغت فيها شوي، اللايت راح يسقط بزاوية معينة هيو هيك، وبما انه في عندي انا زاوية موجودة هون، راح اتوقع انه اللايت لما بده يرتد ما راح يرتد بنفس المسار اللي انطلق منه. ليش؟ لانه السيرفس اصطدم فيه الضوء ما كان بزاوية قائمة اللي يرتد على نفس المسار، لا كان بزاوية مختلفة. اذا الان الضوء بده يسقط على السطح المائل ويرتد بزاوية اخرى، لما ارتد بزاوية اخرى أعطاني إنديكيتر على الشاشة اللي موجودة أمامي إنه في عندي انحراف، فمقدار هذا الانحراف راح يكون بمقدار الزاوية اللي موجودة عندي هون، وبيعطيك قديش بالضبط كان هاي الزاوية مقدارها. بيجي بقول لي أنا عشان أقدر أعرف قديش مقدار هاي الزاوية، في عندي قانون هاي هون موجود في أسفل الشكل 4.7، بيجي بقول لك الدي تساوي 2 في اف مضروب بالثيتا. الدي طبعا هو عبارة عن displacement، الإزاحة، اللي هو قديش بعيد الأوبجكت عن اللايت سورس. والاف اللي هو الفوكال ديستانس، اللي هو البعد البؤري أو الفوكال لينث، البعد البؤري اللي موجود لمين؟ للعدسة اللي أنا سويت عليها جمع للضوء. هاي بتكون معلومة الفوكال ديستانس. وعندي هنا الديسبليسمنت، الإزاحة عندي معروفة قديش بعد دائما الأوبجكت عن اللايت سورس، وبعمل حساباتي بقدر أطلع مقدار الزاوية في كل براكتس أنا بشتغل عليه أو في كل أوبجكت أنا بقيسه. الآن نيجي نشوف شو تصنيفاتهم وأنواعهم الأوتوكوليميترز. أنواعهم في عندي إشي بسموه الفيجوال أور كونفنشنال أوتوكوليميتر، راح إن شاء الله نيجي ونفصلهم كلهم كاملين، يعني هاي في إلو سكشن كامل.
ديجيتال autocollimator اللي بيستخدم الإشارة الرقمية، وعندنا الليزر autocollimator. كلياتهم بيعتمدوا على الضوء، ولكن الاختلاف اللي بيناتهم هو النمط اللي يتم تحليل الإشارة فيه. يعني مثلا الفيجوال اور كونفنشنال بيعتمد على العين البشرية والشاشة اللي موجودة أمامي اللي بقدر منها أقرأ منها مقدار الزاوية. الديجيتال autocollimator بدل ما أنا أعتمد على العين في قراءة الزاوية اللي أنا فحصتها، لا، بعتمد على مجموعة من السنسرز اللي بتعمل عندي ماجنيفيكيشن للإشارة، وبالتالي بتعطيني دقة أعلى. بنيجي على الليزر autocollimator، استخدم نوع من أنواع الضوء اللي بسموه الليزر، وبدي أتوقع أنه تكون الدقة تبعته مختلفة عن الباقي الأنواع الثلاثة اللي موجود. نيجي نتطلع على النوع الأول من أنواع الأوتوكوليميترز. حكالنا أنا عندي فيجوال أوتوكوليميتر وسملنا إياه الكونفنشنال اللي هو التقليدي اللي من شوي أنا شرحته بالرسم. كان بيعتمد اعتماد كلي على وجود الأوبجكت وقديش مقدار الانحراف عن السطح الأفقي. زي لما نتطلع مرة ثانية على هذا الفيجر، لاحظ قديش انحرف الأوبجكت عن السطح الأفقي، فهذا هو عندي بيعطيني مقدار الزاوية اللي موجودة. ممكن يستخدم للشورت واللونج ديستانسز. يعني مثلا أنا في عندي أوبجكت بيكون قريب، ممكن أني ألامسه على الأوتوكوليميتر وأقيس قديش مقدار الزاوية الموجود عندي، وممكن يقيس مسافة بعيدة عن هذا الأوتوكوليميتر قد تصل إلى متر ونص. يعني أوبجكت أنا مش قادر أوصل له، ممكن أني أستخدم الأوتوكوليميتر عن بعد. الآن بقول لك إذا استخدمت هذا الأوتوكوليميتر ممكن يعطيك دقة قياس، لاحظ، من 3 إلى 5 ثواني في مسافة مقدارها 1.5 متر. لاحظ المقارنة بينها وبينها اليونيفرسال بيفل بروتراكتر، هذيك كنا نجيبها ونلمسها على الشكل ونتأكد انها راكبة مظبوط، وبالآخر بتعطيني 5 minutes. بينما هون هذا باستخدام الضوء ومبدأ بسيط قدر يعطيني قراءة دقتها من 3 إلى 5 seconds which is perfect. طبعاً ألاحظ أن المسافة 1.5 متر. بعض الابليكيشنز، يعني وين يستخدم هذا الفيجوال autocollimator؟ الفيجوال autocollimator يستخدم للحصول على الستريتنس للماشينز. يعني أنا زي ما اتفقنا بيكون في عندي منظومة ميكانيكية معينة بدي أضمن إنهم يكونوا مثلا دغريين مع الأرض، فما بدي يكون تركيب هاي الماكينة بزاوية. مثلا خلينا نحكي عن سكة اللي هي جايد وي، عبارة عن سكك، ما بدي مثلا الشكل ينزلق لا للأسفل ولا لمكان آخر، فالآن بدي أضمن إنه هاي السكة تكون مع الأرض دغري ستريت. فإذا بستخدم الأوتوكوليميتر اللي هو الكونفنشنال أو الفيجوال بيسموه، إنك تعمل ستريتنس مثلا لماشين جايد ويز. Determination of parallelism of side movement with respect to guide ways. أيضا إنه يكون في عندك التوازي تبع مثلا لجايد ويز اللي انت عملتهم already straight، بدك تضمن انه الحركة ايضا متوازية، لانه قلنا التوازي معناها انا عندي خطين لا يلتقوا الى ما لا نهاية. ولكن اذا ما كان عندي توازي معناته الخطين اللي انا قاعد بشتغل عليهم راح يلتقوا في نقطة. فانا باستخدام الفيجوال autocollimator بمنع التقاء الخطوط أو بحافظ على التوازي تبعه. نيجي على الابليكيشن الرابع من ابليكيشنز الفيجوال autocollimator، الفلاتنس استيميشن اوف ماشين تيبلز سيرفيس بليتس وغيرها من الادوات. لاحظ الان لما صنع لي السيرفيس بليت
استخدم الفيجوال اوتوكوليميتر عشان يضمن انها فلات، وقلنا الفلاتنس عبارة عن الاستواء الاسطح اللي بتكون لها مساحة، بينما الستريتنس هي عبارة عن استواء الاشياء الطولية انها تكون شغلة ببعد واحد، بينما هون الفلاتنس في بعدين. Verification of right angle prisms for angular errors. يعني انا بيكون في عندي بعض المواشير اللي يستخدم للانجولر ميجرمنتس، فانت بدك تعكس او تكسر الضوء بزاوية معينة عشان تعمل له تحليل. فالان استخدام الفيجوال اوتوكوليميتر بيساعدنا ايضا انه نعمل verification، تحقق من انه الزوايا اللي موجودة بالمواشير هي قائمة الزاوية. right angle معناها قائمة زاوية. الانجل كومباريزونز فور ريفلكتنج سيرفيسز. تتذكروا شباب لما كنا بنحكي عن السيرفيس بليتس اللي كانت مصنوعه من الكاست ايرون، قلنا في لها اوبتيكال بروبرتيز، وقلنا هاي الاوبتيكال بروبرتيز تبعتها انها ما كانت تعكس ضوء. الفيجوال اوتوكوليميتر يستخدم عندنا هنا لقياس الزوايا في الاسطح العاكسه ايضا، مش بس المعتمه. يعني الاعتام كان لنا ادفانتج في السيرفيس بليت اللي مصنوعه من الكاست ايرون، وقلنا لما كانت لميعه كان عندي مشكله الانترفيرومتر. الان باستخدام الفيجوال اوتوكوليميتر ممكن اني استخدمها للاشكال المعتمه لقياس الزوايا على الاجسام المعتمه، وممكن اقيسها للاجسام العاكسه للضوء. اذا هاي هي الست تطبيقات للفيجوال اوتوكوليميتر. نيجي على الديجيتال اوتوكوليميتر. الديجيتال اوتوكوليميتر حكينا عنه انه بياخذ الاشاره وبيعمل لها ماجنيفيكيشن، بيكبر الاشاره تبعتي عشان يعطيني دقه اعلى، وهذا هون اللي بيصير عندي ديجيتال سيجنال، بيصير عليها بروسيسنج بحللها، وبالتالي بيحصل على بيم with higher accuracy. طيب يا ترى اذا انا قاعد بحكي عن higher accuracy قديش يعني هاي الاكيورسي بدها تكون؟ بقول لك الهاي اكيورسي تبعتها بتعطيني اياها لغايه 0.01 arc second. في عندي الان وحده جديده قاعدين نتعرف عليها اللي سميناها الارك سكند. ايش يعني الارك سكند؟ نيجي هنا نقول الارك سكند تساوي 1/3600 من الدجري. انت مسكت الدجري وقسمت ل 3600 جزء واخذت هاي الوحده وسميناها الارك سكند. فانت لما يجي يقول لك مثلا انا عندي 0.01 من الارك سكند، فاذا لاحظ قديش دقتها للديجيتال اوتوكوليميتر. وبقول لك بيعطيك لينياريتي تقريبا لواحد بالعشرة بالمية للأجزاء اللي انت ممكن تقيسها. فإذا هنا انا استفدت كثير من وجود الديجيتال سيجنالز اللي بتم عليها بروسيسنج عشان احصل على هذا المقدار من الاكيوريسي. الان من الابليكيشنز اللي تستخدم فيها الديجيتال اوتوكوليميتر، بقول لك الانجولر ميجرمنتس اوف ستاتيك and dynamic systems. الان صار في عندي جهاز بقيس الزاوية على الاجسام الثابتة وعلى الاجسام المتحركة. زي ايش مثلا اجسام متحركة؟ بيجي بقول لك alignment and monitoring of robot axis اللي هي محاور ذراع الروبوت، لانه احيانا بده يكون هو ثابت بده يعطيك قديش مقدار الزاوية، ولما يتحرك قديش مقدار الزاوية. Verification of angular errors of rotary tables ايضا اشياء متحركه، يعني الطاوله المتحركه. Indexing heads رؤوس التقسيم اللي موجوده في ماكينات الفرايز. وبلاتفورمز فور ماشين بارتس ايضا بيعطيك الشبلونات تبعت قطع الماكينات. الان نيجي على النقطه الرابعه، Remote monitoring of alignment of large mechanical systems.
لما يكون أنا في عندي large mechanical systems، يعني مثلاً خليني أقول والله زي ذراع الجرافة اللي هي الحفارة، إذا بدي أقيس إلها زاوية، هاي ذراع الحفارة شباب، المنقلة بالنسبة لذراع الحفارة ولا إشي، يعني ما راح تعطيني أي contact مناسب مع هاي ذراع الحفارة. ليش؟ لأنها راح تكون large كثير، فبلزمني أجيب والله منقلة بأذرع كبيرة. فالآن عشان أتمكن من قياس هاي اللارج بارت بيستخدموا لها الديجيتال أوتوكوليميترز. الآن نروح على النوع الثالث من أنواع الأوتوكوليميترز اللي هو بسموه الليزر أوتوكوليميتر. سريع نيجي نطلع على التشريح تبعه في فيجر 4.8. هذا الليزر أوتوكوليميتر، الليزر أوتوكوليميتر ممكن تقيس فيه أجزاء بتوصل مسافتها ل 15 متر، يعني بعيدة عن السورس 15 متر. طبعا هذا مثلا إذا كان أنا بشتغل في مفاعل نووي وصعب إني أوصل لمنطقة اللي فيها إشعاعات لغاية حاجز معين، ممكن إني أستخدم. إذن الأوتوكوليميترز بشكل عام إنها تستخدم للكونتاكتلس أو الميثود تبعت الميجرمنتس اللي بنستخدمها فيها اللي هي الكونتاكتلس ميثود. وايضا بقول لك ممكن اقيس اشياء صغيره جدا قد يكون قطرها 1 مليمتر، يعني تقريبا زي فطعه القلم، ممكن تقيس قديش انحراف الزوايا اللي موجود عليها. وطبعا هذا قلنا ليش؟ لانه انا قاعد بستخدم الليزر. في عندي هنا شغله لازم نعرفها كمان، اللي هو قديش دقته لهذا الليزر اوتوكوليميتر. فدقته مش زي دقه مين؟ زي دقة الديجيتال أوتوكوليميتر، ولكنه لا زال نسبيا أعلى بكثير من الكونفنشنال أوتوكوليميتر اللي سمناه الفيجوال، وهي بلس ماينس 3 آرك سكند. هنا طبعا بيشرح لنا كيف مبدأ عمله. فإحنا اللي بدي إياك تعرفه زي ما اتفقنا إنه شو المسافات اللي بيقيسها، شو الأقطار اللي بيقيسها، وشو عندي دقته للجهاز.